مكملين معاكم بفقراتنا لليوم. وصلنا لفقرة الاقتصاد المنزلي مع خبيرة الاقتصاد المنزلي سميرة كيلاني، واليوم رح تعلمنا طرق منظمة لحتى نقدر ننظف بيتنا ونتم المهمة على أكمل وجه. صباح الخير. صباح الورد. أهلا فيكي. كيفك روان؟ أهلا أهلا، كيف حالك؟ منيحة تمام الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب سميرة، دائما ستات البيوت بصحوا الصبح مش عارفين من وين نبدأ. صحيح. هون مكركب الأولاد كركبوا، بتعرفي بيكون جوزها طالع على الشغل، حطت الفطور والأولاد أفطروا، يعني عجقة ما بعدها عجقة. صحيح. بدنا نبدأ مش عارفين من وين، مرات نقعد بنفكر لحد ما نفكر بيكون خلص النهار. صحيح. قولي لنا إيش نعمل؟ هلا في مثل أنا حطته بالكتاب اسمه أو بحكي المثل إنه النظافة نصف الغنى. هذا مثل يوناني. مثل يوناني بالضبط. فإحنا لما ننظم وقتنا وننظم حياتنا كأنه إحنا حصلنا على نص الإشي اللي بدنا إياه من هالدنيا. حلو. هلا اول شغله بحكي لستات البيوت، رح عملت لهم على شكل نقاط اليوم عشان تكون اسهل عليهم. اول نقطه رح احكي لهم انه ابدي. هلا انت لما بتبدي انت تكسري اول شغله انت مش قادره تعمليها، لانه في صح وزي الحاجز. ايوه، بتصيري انت بدي ابدا والامتى ابدا ومش عارفه ابدا، هي ابدي. صحيح. هلا انت بتطلع على البيت قديش مكركب بتقولي اوف كارثه، انا من وين بدي ابدا وما راح اخلص. فانت اذا ما بديتي ما راح تخلصي. صح. فبلشي اول شغله لازم تعمليها تصحي بكير، لانه كثير برضه بيجيني اسئله من الصبايا اللي متجوزين الجديد، هدول بيناموا للظهر. فانت اذا ضليتك نايمه للظهر راح نهارك. صح. فاصحي بكير، خلصي شغلك على البدري. اول إشي لازم تسويه انه سكري كل إشي بالهيكي عن شغل البيت، يعني هذا الوقت لشغل البيت، يعني سوشيال ميديا بمعنى سوشيال ميديا انستغرام واتساب الى اخره. بالضبط، الواتساب والانستغرام والفيسبوك هذا كله سكري، لانه هذا وقت بس لتنظيف البيت. أوكي. اذا ما عملت هيك صدقيني ما راح تخلصي. سكري التلفزيون كمان، لانه لا بعد دنيا بعد دنيا دنيا يتركونا ويشتغلوا، مش كمان بدك تيها مسكر التلفزيون. يسمعونا يسمعونا. لانه التلفزيون خصوصا اذا في مسلسل متابعتي لحظه اشوف هالمنظر. صح. لحظه كن قعدتي وراح الوقت. صح. فسكروا كل إشي. انا بحب بصراحه اسمع راديو او اسمع موسيقى هيك تنشطني، موسيقى حتى اللي بيلعبوا عليها رياضه، يعني موسيقى سريعه رتم سريع. انت اصلا نفسيتك بتتغير وبتصير تتحرك بشكل كتير اسرع. كمان شغله كتير مهمه انه انت استعدي نفسيا للشغل، لازم يكون هذا إشي براسك انه انا هلا بدي ابلش اشتغل. مش اوف يا الله شو بدي، من وين بدي ابدا، من وين بدي اخلص. غيري اواعي النوم، لانه اواعي النوم رح تخليك مكسله. البسي اواعي كتير مريحه، اللون الاحمر كتير بعطينا نشاط، يعني اذا لبس انا اليوم هيك لابسه شوي على ناري عشان اوحي لهم بالحلقه. بالضبط، ايش تلبسوا يعني، ايش الالوان اللي نلبسها؟ صحيح، انا بمجرد ما البس لون احمر او برتقاني او إشي كتير بحس بالنشاط. ارفعي شعرك، مش ضروري تشتغلي بالبيت وشعرك سايح وكل شوي ارفعه. بدايه على فكره ما خليك تشتغلي براحتك. صحيح، حتى بالطبخ يعني لازم شعرك يكون مرفوع. فهاي الشغلات كلها بدك تعمليها، بدك تستعدي وبدك تبدي. انت اذا بديتي خلاص انت بلشتي بالمرحله الصح، وساعتها بتنتقلي للمرحله الثانيه. هلا الشغله الثانيه رح نسويها ان بدنا نحدد وقت. حددي وقت لحالك انه انا بدي اعمل هاي الغرفه، بدي مثلا نص ساعه لازم اكون مخلصتها. اذا انت ما حددتي لحالك وقت وضل الوقت مفتوح ساعتها رح يمط معك طول النهار. فانت حددي لحالك وقت، وبهذا بهاي الطريقه انت رح تلتزمي. وبهاي الطريقه رح تلتزمي ورح تقدري انك تلتزمي فيها. انت ايش كاتبه على هاي الورقه؟ كاتبه عليها حددي وقتك تيك تاك، يعني تيك تاك الساعه يعني. يعني بدك ساعه. يعني حددي لحالك وقت، حتى لو بتحطي الالارم، يعني بدناش نروح كثير للاكستريم، بس حددي لحالك وقت. هلا في عندنا كمان كثير شغلات بتساعدنا، مثلا في العفش اللي هلا عم بيصير انه هو التخزين العثماني بيقولوا له، الكاوتشات او الكنبيات اللي بتفتح. حتى في تخوت صارت تفتح البوكسز هدول بكونوا. صحيح، هاي كثير بتساعدنا في الضب، حتى لو انت مثلا مستعجله وفي شغلات مش عارفه وين تروحي فيها ممكن تحطيها عبين ما تفضي او تكون عندك وقت، وبعدين ترتبيها براحتك. بس انت بهاي الحاله بتنظفي اكبر مساحه ممكنه وبتقيمي هاي الشغلات عن وجهك. صح. في شغله هيك بتضحك هي بس كثير عمليه، انه نظفي البيت كانه جايك ضيوف. انه بيتك كثير معجوق ومكركب وحكت معك مثلا ضيفه بتقول لك انا بدي اجي عندك، فانت شو بتسوي ساعتها؟ بسرعه بدك تنظفي، بتصيري طياره، بتصيري تقيمي من هون وتحط بتنظفي وبتصيري تتعمشي، اي بتصيري تلاقي يا الله في عنكبوت هون كيف انا مش شايفته. فاشتغلوا كانه جاي عندكم ضيوف، صدقوني رح تلاقوا حالكم عن جد نشيطين بشكل مش معقول.
بعدين ما تدققوا على كل شيء. هلا انت عم بتنظفي مثلا غرفه النوم على فرض ولقيتي في بقع على الموكيت او كذا بدك تجيبي وتقعدي تنظفي وتفركي، هذا باخذ من الوقت. صحيح، بعد الوقت انت بتكوني ضبيتي التخت، هويتي الغرفه، عملتي فاكيوم بالضبط بالمكنسه الكهرباء يعني. صحيح، فانت ما تدققي، هاي البقع الصغيره او الشغلات الصغيره ممكن تخليها لبعدين، او انت اذا عالجتيها اول باول زي ما بنحكي دائما ساعتها انت راح تلاقي البيت كثير نظيف بس مجرد الترتيب وكثير بصير اسهل. بعدين كمان لأنه نخفف التحف، نخفف الكراكيب، يعني نخفف الكراكيب. صحيح، نخفف الديتيلز كتير في البيت لأنه صح. في عنا كتير إكسسوارات وفي عنا عفش كتير محفر وعنا شغلات كتير صح. بدها شغل، فخصوصا الست العاملة دائما يكون يعني حتى اللايف ستايل تبعك أو نظام حياتك يكون كتير عملي، عفشك يكون عملي سهل التنظيف، ألوانه مناسبة لنمط حياتك، إذا عندك صغار تجيبي شغلات مثلا تتحمل حدا بده يبقع بده يوسخ بده كذا، فلازم كل شيء يكون حسب احنا نظام حياتنا يتكيف. بس يكبروا منجيب الطقم البيج الاوف وايت، هذا من المستحيلات البيج والابيض، هذا باحلام اللي عندهم صغار بالاحلام يعني. طبعا هو حلو بصراحه كثير شيء، لا بجنن، بس ما هو بقلب بعد اقل من شهر بكون اسود عملي. مش عملي ابدا، مش عملي للي عنده صغار، بتغبر كثير. صحيح طبعا، حتى اللي عندهم ضيوف كثير يعني من القعده هذا صعب يتنظف يمكن الابيض. صحيح، مش سهل ابدا، لا لا كثير صعب. بعدين رح اقول لهم كمان شغله انه واحده واحده، كمان هاي النصيحة الثالثة، واحدة 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 واحدة، يعني منبلش غرفة غرفة. انت اذا بدك تبلش بكل البيت دفعة واحدة ما رح تخلصي، فانت انا خصوصا بنصح هلا الامهات اللي اولادهم عطلوا بلشوا بغرفة القعدة، قيموا كل شيء فيها. هلا بحكي لهم كيف الطريقة، ايش ياخذوا معهم بس يفوتوا على الغرفة. بلش بغرفة القعدة، قيمي منها مثلا اثار سهرة امبارح، بيكون في شيبس وفي بزر وفي كاسات الشاي وهي الشغلات كلها قيميها، فوتي على المطبخ لم الأشياء اللي بدها غسيل وكذا. هلا بقولهم كيف يعني تفضي من قدامك، تفضي فضي قيمي كل شيء من قدامك، رتبي غرفة القعدة وخلي الأولاد يفطروا ويقعدوا مثلا يحضروا تلفزيون أو يلعبوا أو يرسموا أي شيء، بس تكون غرفة القعدة مرتبة، وهي بتكون بوسط البيت غالبا يعني، وبتضل عينك عليهم وانت رايحة جاي صح. فبتضلوا بأمان وبتضلي انت صح، وبعدوا على التلفزيون تقدري تكون بحضروا هما وانت مطمنة يعني. أيوة بتكوني انت مطمنة عليهم ومفطرتيهم وكل شيء تمام، وبتقدري تكملي شغلك بكل صحيح. بساطة صحيح. هلأ في كمان شغلة انه بس نبلش بالغرفة، نبلش دائما من فوق لتحت. كيف يعني؟ يعني نبلش بالسقف. هلا هاي للتعزيل يعني بالاكثر. بقول لك السقف ليه؟ مثلا احيانا بصير مثلا هلا من الصوبات وكذا بصير في شويه شحبار وهذا يعني بصير زي تنظيف دوري لو مره بالاسبوع. فاحنا دائما نبلش من فوق لتحت. هي القاعده بتقول ستارت هاي اند دراي، يعني بلشوا من فوق وبلشوا على الناشف، اعملوا الشغل اللي كله على الناشف قبل ما تجأجأوا الدنيا بالمي وتصير تروح وتيجي وتحوس رح توسخ البيت أكثر. فبلشوا بالناشف وبلشوا من فوق لتحت كتير أسهل. بعدين هلأ رح أقولهم إيش الشغلات اللي ممكن ياخدوها معهم لما بدهم يروحوا ينظفوا. هلأ على فرض أنا فتت على غرفة القعدة، إيش لازم يكون معي؟ رح أخذ معي كل الأغراض اللي أنا بحاجتها للتنظيف، يعني زي تبعي تبروار. أيوة رح نأخذ المكنسة والمجرود، طبعا هم الكبار بس أنا جبت هدول الصغار. هذا المثال صحيح. رح أخذ معي الفوط اللي بدي أنظف فيهم للغبرة. صحيح. رح أخذ مثلا منظف الأزاز أو المنظف اللي أنظف فيه الخشب وهاي الشغلات. ورح أخذ معي كفوف. هلأ الكفوف في كتير ستات بيستصعبوا أو بيقولوا لي ما بنتحكم، بس هم كتير مناح أصلاً لأول إشي بتحمي إيديك من المواد التنظيف، وتاني إشي حتى بتغسلي 100 مرة. صحيح، وبعدين خلص أنت حتى أي محل بدك تنظفي ما بتستخسري إنه بدي أرجع أغسل إيدي وكذا، فألبسوا الكفوف كتير كتير رح يساعدوكم يعني تعودوا عليهم. صح، وفي كفوف بيكون هم أوريدي الكفوف بيكون عليهم زي أشياء بتخليهم يعني بتقدري تمسكي الاشياء ما بيوقعوا منك. صحيح. خشنين لهم فرزات. ايوه ما بتزحلق. صحيح كثير بيساعدوكي. هلا انا بقدرش اعمل اي شيء بدون كفوف يعني تعودت عليه. انا فهدول هذا مثلا بدك تاخذيه معك هيك زي ما هو. صحيح بتاخذيه بدل ما تضلك رايحه جاي على المطبخ او على الحمام تروحي وتجيبي، كثير راح يوفر عليك وقت وبفقدي من طاقتك قد كتر الروحه والجايه، يعني بتصيري انت بتضيعي وقت على الفاضي. صحيح كثير متعب. فانت بهاي الحاله بتكون كل اغراضك معك وخلص بتعرف اني انا فت على هالاوضه مش راح اطلع لا اخلصها. أوكي. هاي الحالة كتير رح يوفر عليك. طيب وهذا إيش؟ هذا على فرض هاي سلة الغسيل. وهلأ أنا فتت على الأوضة ومليان غراض وكراكيب وكذا، فأنا باخد معي سلة غسيل وباخد معي كيس زبالة. أوكي. بعيدا عنكم يعني بفتح الكيس وببلش أحط كل شيء أنا بدي أكبه وبحطه على باب الغرفة، بعدين ببلش ألم الغسيل وبحطه بالسلة. أوكي. وبحطه عند الغسالة
هيك أنا جهزت الغسيل وأنا بهاي الحالة نظفت البيت من الأوساخ. إذا في محرمة، إذا في إشي واقع من الأولاد، فبهاي الحالة أنا كتير بكون رتبت كل شيء. تمام. صحيح. هلأ في كمان النصيحة الرابعة إنه خلي لكل إشي مكان وحطي كل إشي في مكانه. يعني هاي أحلى نصيحة وأنا جربتها وعن جد جربتها آخر فترة، لما يكون كل إشي إله مكانه في البيت صح كتير بفرق معك وقت التنظيف. صحيح. نص الوقت بالضبط أنا وفرت لما صار عندي لكل إشي مكانه. صحيح. أنت هاي أنا عن تجربة بحكيها. صحيح، هاي نصيحة ذهبية بصراحة. هلأ أنت لما بدك تنظفي بدك تشوفي هذا الغرض، مثلا الأحذية بعيد عنكم مثلا، طب أنا مليون بوت عندي وكذا، وين بدي أروح فيهم؟ إذا ما لهم محل صح. أنا رح أضلهم كركبة، رح أضلهم كركبة، رح أحطهم تحت التخت أو تحت الكنبة، بس لما يكون لهم محل صح. أنت كتير اختصرتي صح. فخلوا لكل إشي محل وحطوا كل إشي في محله، كتير كتير رح توفروا حالكم صح. وقت وجهد صح. ولي ما إله محل فرقوا يعني، أو فرقوا القديم منه وتركوا المحل. يعني في بيوت مثلا مش كبيرة، يعني مش كل البيوت فيها محل لكل إشي، ففيش داعي كتر الشراء مرات والأشياء اللي زايدة عن حدنا. هاي بتغلبنا بالتنظيف ولا لا سميرة؟ يعني بتغلب، لأني باجي مثلا عندي بوات زيادة بضطر أقيمهم وأنظف تحتهم وأرد أرجعهم، وأصلا بيعملوا منظر مش حلو. صحيح صحيح، كتير أصلا كركبة وحتى بعوقك بالحركة، يعني صح. حتى طاقة مو كويسة صح. أبدا صح. طيب. هلأ دايما نحاول نرتب أكبر إشي بالغرفة، يعني بغرفة النوم نضب التخت أول إشي. لما نضب التخت إحنا ثلاثة أرباع الغرفة ترتبات. إذا في عنا أواعي أو كذا بدها ترتيب بنحطهم على التخت، تخت مرتب هيك. فأنت بتصيري تعلقي وترتبي وتقيمي اللي بده غسيل، وهاي بهاي الحالة كتير بختصر عليك وقت وتعب كمان. كمان في كمان شغلة إنه هدول الفايلات برضو كتير مهمين يكون لكل واحد بالعيلة واحد زيه. لإيش؟ يعني منحط فيهم مثلا شهادات الأولاد، شهادات التطعيم، جوازات السفر، ممكن يكونوا بشنطة مثلا مع رب العائلة أو الأم تخبيهم. بس مثلا أنا عندي للأولاد كل واحد فيهم إله فايل زي هاد، بحط الشهادات تبعونه، الأشياء اللي بدها توقيع وكل إشي، ومثلا كل واحد بعمل له لون أو بكتب اسمه عليه. بهاي الحالة بتعرفي إنك ممكن تقلبي خزانة كاملة عشان تدوري على فاتورة كهرباء صح. لأنك أنت مو حاططيها في محلها المناسب صح. فخلوا لكل إشي محل صح. وكمان في تب حكيناها مرة بأحد الحلقات إنه نخلي عند باب البيت زي سلة أو عرباي، الولد الصغير أول ما يفوت من المدرسة يشلح شنطته، يحط شنطته فيها أوراق العمل كل إشي صح. وبهيك بس بده يبلش يحل وظائفه، ورح يجيب الشنطة مع العرباي ورح يبلش يحل ويخلص كل شيء ويرجع على كل شيء محل. وبرضه إلها محل، يعني حتى شنطتك، أنا حتى بقول مرات إحنا شنطينا الستات لما تدخلي مثلا حطيتي شنطتك وحطيتي الأوراق معك على الطاولة وحطيتي الأغراض فرضا وجاكيتك، لأنه ما مثلا لو إنه إله محل، يعني كل بيت أنا دائما بقول لازم يكون في محل علاقة مثلا للجاكيت، محل شنطتك أنت لما صحيح. تدخلي شناتي أولادك زي ما حكيتي صحيح. شوفي قديه وفر عليكي بربشة متراكمة، لأن هاي يوم عن يوم رح يكراكم أغراض فوقها، تراكم كتير صحيح. وحتى العلاقة هاي الشماعة هاي الكارثة، لأنه هاي كارثة لأنه كل شيء مبلش نعلق عليها، فبرضو ضبوها أول بأول صح. لأنه رح يصير كتير مكوم صح. هلأ النصيحة الخامسة أنه دائما تطلعي عن نص المليان، يعني أنا ما بتطلع شو ضل علي شغل، بتطلع شو عملت. يعني أوف والله هني خلصت غرفة القعدة والحمام، أنجزت أنجزت، فأنت بتنبسط على حالك، حتى لما تفوت على الحمام تلاقي نظيف بتتشجعي مثلا صح تنطفي بقية البيت تفوتي على المطبخ. وعلى فكرة أنت بس تبلشي، وهي التب الأولاني اللي حكيناها، أنت بس تبلشي رح ما رح تقدري تعدي، لأنه بس تفوت على المطبخ مثلا عملتي الغاز، خليني أعمل الشفاط بالمرة، خليني أمسح الثلاجة، طب والله الأرض بدها شطف. فأنت رح تلاقي حالك خلص تشجعتي، فما تطلعي دائما على الإشي اللي ما عملتيه، تطلع على الإشي اللي عملتيه كتير بتتشجعي. بعدين كل ما عملتي الشغلة بتتشجعي أكتر وبتبلشي بدك تكملي. هلأ الآخر نصيحة رح أحكيها اللي هي شكرا لحالي، لاني انا والله تعبت، لاني انا تعبت. انا تعبت وانا بحكي صراحه على هذا الموضوع، هيك تخيلت انه عن جد دخلنا على القعده والمطبخ تعبنا صحيح. فاول إشي ما تستني حدا يشكرك، لانه ما حدا رح اقول لك يسلموا، يعني في ناس بيقولوا يسلموا ايديكي والله يعطيك العافيه، في يعني حرام. وفي ناس بيقول لك هذا واجبك، يعني بقول لك انت ست البيت هذا واجبك، وكل الناس بيعملوا هيك، فما حدا رح يشكرك، انت اشكري حالك، كافئي حالك،
لما تعملي تنجزي شغله اشتري لحالك شيء لو بسيط، لو قلم حمره، اقعدي اسمعي لك اغنيه، اعملي لك فنجان قهوه، اقعدي انبسطي لانك انت نظفتي البيت، استمتعي بهذا الوقت. بعدين البيوت المرتبه بتعطي دائما طاقه منيحه. حتى اهل البيت بيكونوا مرتاحين، لاقيين اغراضهم، ما في طواش، وين الاشي الفلان. هذا البيت بضيع فيه كل شيء يعني. صحيح. في البيوت هلا اسم الله عليهم الاولاد كل ما كبروا، يعني انا بعاني من الاولاد الشباب اسم الله عليهم بكثير بكركبوا اواعي الرياضه وكذا، فانا بحط سله عند غرف النوم. ماما بس تخلص من اغراضك هدول او اوعيك حطهم بالسله. فانت لما يتعاونوا اهل البيت معك كثير رح يساعدوكي. صح. بتلاقي الغسيل بمحله وكذا. ضب تختك يا عمي، ما تضب، افتحوا هوي بس قبل ما تطلع على الدوام. انا باجي بضبه. صحيح، كثير رح توفر عليك. لازم العيله يعني برضه كثير تتعاون. بحس هذا من هم صغار سميره، يعني لما انت تقولي لبنتك مثلا او ابنك من هو صغير فرضا شلحت البيجامه ضبها، ضبها خلص اطويها جنب التخت، هو بصير هاي بتعود يعني، تعويد عادي. بصير يساعدك. صحيح، في ناس بيكونوا مستعجلين او اللي عندهم وظايف او كذا، فبرضه ليش باخذ 3 ثواني طوي البيجامه؟ ما باخذ شيء. لو كل واحد في البيت برضه تعاون كثير رح نوفر على حالنا. حتى لو الواحد اكل بصحن او كذا، يا عمي بلاش يجلي، فوتوا على المطبخ حطوا بالمجلة. شوية تعاون من أهل البيت حرام، لأنه عن جد ما عم يعني الست مرات ببطل لها طاقة. صح. تتحمل. صح. وقفة المجلة كتير متعبة. صح. برضو لازم الكل يتعاون، وإن شاء الله هيك يكونوا اليوم استفادوا من التبس اللي حكيناهم. أنا بدي أسألك سؤال سميرة، أنت مرة زمان حكيتي عن موضوع الكراكيب وقلنا الضب أو الكب أساس الضب. يعني هاي المعلومة كتير مهم، برجع بحب، لأنه عن جد كتر الأغراض في البيت وكتر الشيرة مثلا، مرات كل الستات لما بتروح مثلا هالمشوار أو هيك بتقولك هذا لازمني هذا لازمني هذا، وبعدين بتصفي الاغراض هاي كلها تحططها في هالجنب وصارت كراكيب اكثر من انها هي. صحيح. فقد ايه هاي ثقافه انه انا ما يكون عندي اشياء زياده عن حاجتي. صح. يعني الاشي اللي ما بستعمله لازم اكبه. احكي لنا اكثر من خبرتك هيك ايضا عن هذا. صحيح. الموضوع. هلا في قاعده كثير مهمه انه 1 ان 1 اوت، يعني دام اشي دخل اذا جبت اشي طلع اشي. صحيح. لانه انت بس تراكمي يصير عندك شغلات زياده عن حاجتك. صح. اول اشي رح تصير في كثير فوضى. صح. رح بطلي تعرفي وين تطبيهم بنفس. صح. الوقت رح يعملوا لك أزمة في الحركة وفي يعني في المحل. فدائما المحلات الضيقة بتكتم عن النفس. احنا يعني بقول لك هذا مثل عربي، بقول لك 3 مطولات العمر، الدار الوسيعة والمرة المطيعة والفرس السريعة. فلما يكون بيتك واسع عن جد بيطول العمر. صح صح. فالبيت اللي بيكون مش ضروري يكون واسع، المهم يكون في محل الحركة، محل الطاقة اللي منيحة تفوت، محل الناس تقعد، يا عم تمد إجريها بدها تقعد، تلاقي هالكنبايات يعني البيت بيتحول زي معرض عفش. صح بصراحة. معرض عفش وإكسسوارات وتحف وحتى تنظيف الغبر. يعني تخيلي أنت عندك طاولة عليها مليون قطعة، تخيلي أنت قديه بدك ياخد وقت لأقيمهم وأنظفهم هم نفسهم وأنظف تحتهم وأرجع أحطهم. صحيح. بتكاسل. بس خلص قطعة واحدة كفاية حلوة مرتبة. صح. خاصة مثلا البيوت اللي ما فيش عندهم عاملات بيساعدوهم. صحيح. يعني الستات، فانا ما عندي ست بتساعدني في البيت. صحيح. وانا ما عندي كمان ما عندي، فانا بالنسبة لي مضطرة انه يكون بيتي مريح لإلي لما اجي انظفه، عرفتي؟ مزبوط. يكون اقل ما فيها كراكيب، وزي ما حكيتي انت كمان يكون لكل شيء مكان. مكان. أيوة. قاعدة كتير رهيبة. صحيح. صحيح صحيح. فبرضو كمان حاولوا تخففوا زي ما قلتي، كمان الاشياء البلاستيك هاي اللي كتير عم يعني غازية الاسواق وغازية البيوت. الورد البلاستيك والاكسسوارات البلاستيك والشغلات اللي كتير معجقة. صح. طبعا كل واحد حر بزوقه، ولكن بتساعدوش بالضب يعني. طبعا كتير بتلم الغبرة، واحنا بلدنا كتير فيها غبرة. صح. لانه فلا على المينيمم احسن اشي عشان انتو برضو توفر حالكم. صح. وقت. وحتى المنظر هيك احلى لما يكون اشي هيك سمبل وبسيط، ويعني برضو الدنيا ازواق زي ما بحكي. حلو. يعني طيب. حلو. طيب هلا نحكي شوي عن موضوع مثلا المسح والشطف وهي الاشياء. لما الست مثلا بدها تدخل على غرفة وبدها انت حكيتي نبدا من اول الناشف بعدين نبلش بالتنظيف. بلبل. هلا انت حكيتي لنا كذا مره عن افكار مثلا للمسح، كيف ممكن تخلي الاشي يلمع فرضا، وقد ايه لازم نتركها مثلا يعني. هلا لما بدك تشطفي احسن، مثلا بدك تمسحي احسن، احكي لنا اكثر عن هذا الموضوع اللي على المبلول زي ما بقول. على المبلول. صحيح. هلا في كمان قاعده بيقول لك انه انقعي
عبين إن ما تفركي يعني هي سوكتن سواء بقع أو أي بقع شيء أو أي شيء. هلأ مثلا بدي أفوت على فرض على الحمام، فأنا بنقع المغسلة، بنقع التواليت بعيد عنكم، بنقع كل إشي، ببلش أنظف مثلا بالمراي، بنظف شباك الحمام أو كذا. فأنت لما بتنقعي أول إشي بتختصر حالك وقت، بتختصر حالك جهد، لأنه السكرابينج أو بدك تبلش الفرك باخد وقت من أولها، بدك تبلش تفركي رح ياخد وقت ورح تتعبك كتير. فأنت انقعي ونطفي إشي تاني، أو ممكن تنقع الحمام وتطلعي على المطبخ مثلا نتكملي بهذا الوقت، أنت بتكون اختصرت كتير وقت وعملتي دقايق شغلتين بنفس الوقت. كمان إحنا كتير أعطينا وفي بالكتاب برضو كتير تبس عن البدائل الطبيعية للمواد الكيماوية اللي ممكن نستعملها وجدا جدا فعالة. يعني أنا ممكن ببخاخ زي هاد بستعمله في المطبخ، بعمل فيه بنظف كاونترات المطبخ والغاز والمايكروويف وكل إشي، بحط فيه كاسة مي وبحط فيه فنجان خل وكم من نقطة بس من زيت من دواء الجلي، سائل الجلي بس بخضه هيك، صار عندي دواء صحي، خلينا نحكي مش ما بيأذي الصحة. صحيح ما بيأذي، ما له ريحة أبدا مزعجة، وبنفس الوقت كتير فعال، بقدر عدهون وبنظف لي الكاونترات بشكل كتير منيح. فأنتوا برضو هيك بتوفروا حالكم برضو مصاري، مصاري وهلأ صار المنتج قدامك، وكل ما خلص أنت بترجع بتكرري. فبرضو استعملوا شغلة لأكتر من شغلات، يعني عفوا نفس التركيبة هاي ممكن تستعملها لأكتر لكذا إشي للتنظيف. طيب أنت حكيتي لنا هذا ممكن نأخذه مثلا معانا ونرتب فيه أغراضنا وإحنا منرتب غرفة القعدة. زي هذا نفسه إذا بدي أحط فيه أغراض لما بدي أنظف الحمام عشان أنا كمان ما أطلع 100 مرة من الحمام وأجي الدنيا، إيش لازم يكون فيه؟ مزبوط. هلأ نفس البخاخ هذا رح نعمل برضو هذا واحد من الأغراض تركيبة. صحيح برضو أنا حكيت عنها هاي التركيبة. منحط كاسة مي، منحط معلقة خل أبيض، معلقة كربونات، وممكن نحط شوية من السائل الصابون السائل، وإذا بدنا نحط شوية من زيت شجرة الشاي. زيت شجرة الشاي معقم كتير ممتاز وبقضى على البكتيريا وكمان ريحته كتير حلوة. ممكن إحنا نحط خل الحمضيات اللي عملناه مرة. فإحنا بهاي الحالة عملنا منظف للحمام كتير فعال بنفس الوقت بروح الكلس وبيعقم الحمام بشكل كتير وكمان ممتاز. بده يكون معنا كفوف زي هدول أكيد طبعاً. إيش كمان لازم يكون معنا؟ طبعا بده يكون معك قشاطة، بده يكون معك ممسحة لأرض الحمام. هاي خاصة بتكون بأرض الحمام. بعدين إذا بدنا ننظف إشي بجرايد الأزاز مثلا الجرايد الغاية تاعت الحمام. صحيح. المراي ممكن ننظفها برضو بمي وخل بس بدون دواء الأزاز. بدون دواء الأزاز ممكن نحط معه شوية أمونيا إذا بدنا. هلأ من الشغلات اللي وضحت كمان روان إنه لما ننظف الأزاز الجريدة اللي مننظفها مكون مش قارينا، فمنعد مننسى التنظيف ومنعد فأنت الجريدة اللي بدك تنظفوا فيها كونوا قارينها من قبل عشان توفر حالكم وقت. كتير حلو، يعني نصائح كالعادة قيمة منك ومفيدة. شكرا كتير لوجودك معنا اليوم سميرة. أهلا وسهلا فيك، نورتينا. شكرا لك. شكرا على المتابعة، لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شيء جديد.